السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. ثلاثي صفقات النادي الاهلي، الثلاثي المرشحين او المرشحون بقوه للانضمام للنادي الاهلي. طبعا اتكلمنا عن المدير الفني وقلت لحضراتكم بنسبه 95% تم حسم الامر بالنسبه للمدير الفني مارسيل كولر، وان شاء الله يتم الاعلان يعني ممكن بكره بعده على الاكثر. يعني بالنسبه لصفقات النادي الاهلي ثلاث صفقات، منهم لاعب منتخب جزر القمر زي ما اعلنت برضو فايز سليماني، ولاعب هو لاعب كوريتريجيك البلجيكي. بعض المواقع والصحف هناك اتكلمت على ان النادي الاهلي وصل او توصل اتفاق مع اللاعب ومع النادي، واللاعب بيوقع على عقد مدته 4 سنوات. اللاعب بيلعب في مركز الجناح الايسر، بيلعب في مركز الجناح، بتلعبه يمين او شمال، لكن هو بيتالق او اداؤه ويلاقي نفسه كده في مركز الجناح الشمال اللي هو بيلعب فيه احمد عبد القادر. ممكن توظف عبد القادر بقى يلعب مكان قفشه في وسط الملعب، تلعبه على الطرف ناحيه اليمين. لكن لو اللاعب ده لقى نفسه مع النادي الاهلي هنشوف حاجه حلوه، حاجه عاليه، كواليتي عالي، امكانيات، مهارات، بسم الله ما شاء الله، طويل القامة، الستايل بتاعه حلو، بيعرف يراوغ ويعدي، عنده يعني برضه نقدر نقول انه هداف، بيحرز اهداف بشكل رائع، عنده ثقة بنفسه كبيرة. طبعا هذا اللاعب كان لعب مع بيرستاو، مش أول مرة يلعب مع بيرستاو، لعب مع بيرستاو لما كان طالع من برايتون إعارة إلى نادي جيلوس البلجيكي، كانوا الاثنين بيلعبوا في هذا النادي في الدرجة الثانية في بلجيكا يعني، والاثنين ساهموا في ان النادي ده يصعد لدوري الدرجة الاولى. فزي ما قول حضراتكم كل المواقع التقرير الصحفية البلجيكية اتكلمت ان فايز سليماني يرحل عن ناديه ويقترب من النادي الاهلي. الصفقة الثانية لاعب خط الوسط اللي هو مومي، اللاعب الكاميروني زي ما قلت لحضراتكم مومي نجامالو، لاعب منتخب الكاميرون، لكن مفيش اي اخبار مؤكده، لكن بعض المواقع اتكلمت لان هذا اللاعب هو لاعب حاليا في يانج بويز السويسري، وان شاء الله هو صفقه جيده ولاعب جيد يعني، لكن حتى الان مفيش اخبار مؤكده زي فايز سليماني. فايز سليماني برضه اتكلمنا عن المهاجم ميشاك إليا وارتباط اسمه بالنادي الأهلي، مهاجم الكونغو وكان بيلعب زي ما قلت في مازيمبي ومشاكل ومشي وبتاع. لكن الصفقات وتحديدا أنا لما شفت لقطات للاعب فايز سليماني أداؤه حلو، الستايل بتاعه جيد يعني، إن شاء الله النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بيعقد صفقات بإذن رب العالمين على اعلى مستوى باذن الله، يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. هنتوقف بعض الوقت عند كلام الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ورده على جمال عبد الحميد. كلنا عارفين قصه جمال عبد الحميد وابعادها ومشي ازاي، وشفنا وسمعنا الكابتن احمد رفعت وسمعنا الكابتن ابو رجيله بيتكلم عن جمال عبد الحميد ومشكله كمان جمال عبد الحميد، وكان في الاسم ورحنا وجبناه وقال هروح اجيب اكل، سمعنا القصه مش هخوض في تفاصيل يعني علشان تخص ما تخصش جمال عبد الحميد لوحده، تخص ناس تانية يعني ربنا يعفو عنا جميعا يعني. لكن كان دائما وابدا بيتكلم جمال عبد الحميد ومحدش بيرد عليه من المسؤولين في النادي الاهلي اللي عصره هذا الامر، لانه الناس شايفين ان هو امر لا يستحق والناس كلها فاهمه وعارفه يعني. لكن مع الاجيال الجديده وكثره ظهور جمال عبد الحميد وكلام جمال عبد الحميد دائما وابدا انه مظلوم والاهلي ظلمه وبيحكي قصص ماساويه تقطع القلب، ده الاهلي ده جاحد، ده الاهلي
وضربت حضراتكم امثله. اشمعنى يعني يا جماعه عميد انت طالع تقول لي الاهلي، والاهلي ساهم في علاج او عالج شريف عبد المنعم والحادث الخطير اللي عمله العربيه بتاعته اللي اتقلبت، زكريا ناصف ولاعيبه كتيره وقف مع لعيبه ما سابش حد يعني، وتحديدا في موضوع العلاج ده انت لاعب في النادي الاهلي. لكن هو في اخر حوار ليه كان مع مدحت شلبي اتكلم وقال بعت صيغه والدتي علشان 500 جنيه خدوني ورموني بعد ما عملت العمليه في عنبر، خدوني وانا ورجليا والشرايح، وقال لي لازم تعمل عمليه. رحت للنادي الاهلي عبد العزيز عبد الشافي مدير الكوره قال لي انا ممكن اعمل لك اديك ال 500 جنيه تعمل الماتش الاعتزال بس هتاخد ال 500 جنيه على مرتين. ودخلت سمعت جوه قال لك ماشي الواد ده مش عايزينه. يا سلام ده انت حكايتك تقطع القلب، وانت فعلا بما انك اشتغلت في التمثيل فاصبحت لك عندك قدره يا جمال عبيد في كتابه السيناريوهات. لما تسمع كلام الكابتن عبد العزيز عبد الشافي عايز تمسك جمال عبد الحميد. ايه الافتراء بتاع جمال عبد الحميد ده؟ ايه الكاذب ده؟ الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في مداخله لي في برنامج مالك وكتابه وضح كل شيء يخص جمال عبد الحميد، وهذا الرجل انا اثق فيه في احترامه وادبه واخلاقه، والراجل ده ما بيكذبش ولا بيخاف من حد ولا محترم جدا، وقال كل التفاصيل بالتواريخ. قال لك قبل جمال عبد الحميد ما يتصاب كان مدير الكوره، وانا كنت مساعد مدير الكوره للكابتن حسن حمدي اللي هو مدير الكوره. كابتن حسن حمدي قال مش عايزين الولد ده، مش عايزينه معانا خلاص في الفريق بسبب ايه؟ انه مش ملتزم، وانتوا عارفين مش هحكي. كابتن قال لك انا مش هاخد في الكلام ده يعني مش ملتزم ليه ومش كلام، مش هاخد في الكلام ده كله يعني. يمكن بعض الكلام انا ما بحبش اتكلم في، هو بيقول ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. لكن كان في رغبه لدى النادي الاهلي لرحيل مجدي عبد الغني، وكان على لسان الكابتن حسن مش عايزين الولد ده، لكن خد الموضوع على مسؤوليته الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، قال له مالكش دعوه بيه يا كابتن سيبهولي انا وانا المسؤول عن التزامه وهجهزه وي وي وي. قلت له ايه؟ قال لي خلاص انت المسؤول عني وانت حر. وبعد كده قال لك الكابتن عزيز عبد الشافي مع الوقت مسكت مدير كوره. كان جمال عبد الحميد لعب معانا ماتشين في دور ال 32 في بطوله افريقيا، ماتشين اتنين بس. وبعد كده في تدريب، خلال التدريب كان كره مشتركه مع اكرامي فاتصاب جمال عبد الحميد. قال الكابتن عزيز عبد الشافي بيقول لك رموني، جمال عبد بيقول لك رموني، جبنا له كونسولتو من اربع دكاتره ووديناه مستشفى السلام، مش مستشفى درجه ثانيه زي ما جمال او درجه ثالثه زي ما جمال بيقول، مستشفى السلام. قال لك وبعد العمليه اللي عملها ما كانش ملتزم. وبعدين اتكلم بقى في قصه العمليه دي، يعني قال لك ايه؟ جمال عبد الحميد كان قاعد وديناه في مستشفى السلام، وبعد كده طلب مني قال لي يا كابتن والدتي موجوده واخواتي والغرفه اللي انا قاعد فيها ضيقه وبتاع. كابتن عبد العزيز عبد الشافي قال لك خدنا له سويت، سويت اللي جمال عبد الحميد بيقول عليه عنبر، عنبر بيقول لك رموني في عنبر، خدنا له سويت علشان والدته واخوه الناس اللي بقوا سويت على حساب النادي الاهلي. قال لك بعد العمليه اللي عملها ما كانش ملتزم على الاطلاق بالعلاج. ها وانا اللي فضلت يا ابني يا ابني يا ابني، وكلمت الكابتن عبد العزيز شوقي عبد الشافي والكابتن انور سلام انهم يجهزوه. حلو. قال لك كسبنا رغم ما لعبش غير ماتشين، قال لك كسبنا بطوله افريقيا والمكافأة في الوقت ده كانت 2000 جنيه مش 500 جنيه يا جماعة عبد الحميد، مكافأة 200 جنيه ده اصبر بس مش 2000. قال لك وانا بفضل رب العالمين رجال اعمال اهلاوية كتير ضعفوا المكافأة اللي كان بقى ل 12000 جنيه، كل لاعب هياخد 12000. وانا لو عدلت اللايحة اللي بيلعب 25% اديته مكافأة كأنه 50%، واللي بيلعب 50 كأنه 100% شارك كل المباريات، وجمال عبد الحميد عشان ظروفه وشارك والكلام ده كله خد 12000 جنيه. وانا اللي رحت ليه في بيته وبيت اسرته لحد هناك واديت له المبلغ، واقسم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي على هذا، بيقول لك رحت سور مجرى العيون البيت بتاعه وبتاع اسرته لجمال عبد الحميد، ها واديته المكافاه كامله 12000 جنيه.
12000 جنيه. قال لك جمال ما كانش ملتزم، واخباره كلها كانت عندي، وقلت له انا وقفت معاك والكلام ده كان في شهر 5 وعندنا معسكر في شهر اغسطس، لو فضلت في الحاله بتاعتك دي مش هتبقى معانا، ولو ما التزمتش انت ومحمد عباس مش هقدر اسجلكم، مش هقدر اسجل الكلام هو ومحمد عباس. قال لك بقى بقول لي يا جمال عبد الحميد انت ربنا كرمك وبقيت نجم وبقيت كابتن منتخب مصر، وانا مش بعد العمر ده كله هطلع اختلق قصص وهكذب يعني، وربنا شاهد عليا ها وزمايله شاهدين على الكلام ده. جمال عبد الحميد ها قال لك ان انا طلبت 500 جنيه وبعت له الكلام ده كله. قال لك ربيع ياسين كلمه قال له انت بتقول ايه يا جمال؟ يعني انا قبل ما لكن انا حبيت ادخل المداخله دي علشان اوضح للناس يعني ان انا اللي وقفت جنبه وانت بتقول 500 جنيه وانت اقول لك تعتزل، ده انا مديك 12000 جنيه، 12000 جنيه وعاملين لك عمليه في مستشفى السلام، وخدنا لك سويت علشان اسرتك، تقول لك رموني من اوضه ودوني عنبر، وتقول رموني في الدواسه وعربيه، احنا جبنا له عربيه مجهزه لما اتصاب. قصه الدواسه جاء مصطفى يونس كان عنده عربيه كبيره قال لك نوديه، قلت له لا، فحطوه في الكنبه الثانيه الخلفيه للعربيه لحد ما العربيه المجهزه جت خداته يعني. لكن انا مش عارف جمال عبد الحميد ليه القصه المختلقه اللي بيعملها جمال ده كلام على عهده الكابتن عبد الحميد الشيخ، وهو اصدق مليون مره من جمال عبد الحميد اللي داير كل شيء اهلي رماني رماني رماك فينا. وبعدين قال لك عبد الكابتن عبد الشيخ بيقول لك بقى ايه، عرفت كنت قاعد بعدها مع الكابتن احمد رفعت والكابتن ابو رجيله، وقالوا لي ان جمال عبد الحميد هيجي يلعب عندنا يعني. فانا قلت له انت عايز تلعب السلام، انت ما انتش جاهز مش ملتزم مش منضبط خلاص. والكابتن الجوهري قال مش هاخد الاثنين دول، مش هاخد جمال عبد الحميد ولا لانهم مش ملتزمين ولا محمد عباس المعسكر معانا، وبالتالي هو راح نادي الزمالك فري حر، هو كان خلاص. وسمعنا كلنا مشاكل مع الزمالك على لسان احمد رفعت، هو فالكابتن الزمالك كل يوم بيثبت قد ايه يا اخي انت ايه، انت ايه يا جمال عبد الحميد يا اخي والله. وعلامه ملهاش علاقه على فكره، ملهاش علاقه. زي ما اتكلمنا عن نادي الزمالك والمؤتمر الصحفي اللي حضروا اربع اشخاص في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه كاس لوسين ما بين الهلال والزمالك، اربع اشخاص بالعدد والكراسي كلها فاضيه. ربما ده درس من الاعلام اللي موجود وتحديدا الاعلام القطري وغيره بسبب تجاوزات مرتضى منصور وهجومه على المسؤولين في قطر والتهديدات وتشويه سمعه قطر، الا ان بصراحه لازم نشيد بالاخوه في قطر، ناس محترمين، ناس مهذبين، حتى الفندق اللي فيه موجود نادي الزمالك عملوه بشعار نادي الزمالك، اضاءوه اضاء بشعار نادي الزمالك، قمه الادب، قمه الاحترام، الاستقبال الرائع، المعامله الراقيه. يعني لو هيتعاملوا بمعامله مرتضى وكلام مرتضى منصور اللي قاله على ابو سنيده وعلى السبيعي وعلى مش عارف التهديدات وهيسيبهم ابنه، ما حدش هيسيهم شربه ميه، لكن هم اتعاملوا باخلاقهم بادابهم باسلوبهم وباخوه كانهم وهم اشقائنا واخواتنا. بصراحه مليون تحيه للشعب القطري والمسؤولين في قطر. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.